السلام عليكم مستمعينا ومشاهدينا دائما على راديو ترونسيس. الضيف اللي معنا اليوم كنحبوه جميع وكنحترموه كيف ما كيحترموه كاع الابطال. ضيفنا في هذه الحلقه قاهر الخصم السي حكيم زياش، مرحبا بك. ميرسي بوكو خويا، وكنقول للمغاربه ان شاء الله الكاس للمغرب. كيف ما معروف انت مغربي وتزاديتي في هولندا وعندك جوج جنسيات، يعني انت لاعب ذو ثقافه جنسيه، ومعروف انهم اقترحوا عليك المنتخب الهولندي واقترحوا عليك المنتخب المغربي وانت اختاريتي المغرب. قربنا اكثر من هذا الاختيار. اولا انا نموت على المغرب، وما يمكنش نلعب في هولندا ونخلي المغرب فيه خوتي وفيه طاجين بالجلبانه. سي حكيم زياش، الى عطيناك جوج منتخبات مصر وتونس، مناش غادي تخاف؟ انا كان خاف غير من الطاجين يكون ما طيبش مزيان، اما المنتخبات ما يخلعونيش. واحد اللاعب مصري سابق اسمه احمد شوبير تمنى لك الاصابه، نسمعوا شنو قال ورجعوا. حكيم زياش في واضح في حد مصاب اشرف حكيمي او حكيم زياش؟ ممكن اشرف حكيمي. حكيم زياش لسه لاعب مع اياكس. انا عايزه تصاب، انا عايزه تصاب، انا عايزه تصاب. طلعنا من بطوله اوروبا طبعا. شنو الرد ديالك عليه؟ شوف، ملي كيشوفوني قصيت كريستيانو ديبالا كيبقى ليهم حل واحد هو الدعوات بالاصابه، وانا ان شاء الله كنقول لهم من هذا المنبر انا اللي غادي نصيبكم. انا ما يخلعونيش مصر واخا يلعب معاهم السيسي. شكرا سي حكيم زياش، ولكن عندنا عليك واحد الدوسي يقدر ما يعجبكش، ولكن حنا بغينا لك غير مصلحتك. واحد الفيديو شفناك درتي الكاله. شوف راه ماشي مهم الكاله، انا راني نكالي بالنفحه ونكالي على المنتخب، عارف اش كندير. وحنا دابا راه ملي شفناك انت وامرابط والدراري الاخرين تبارك الله عاد ولينا كنحسوا باننا عندنا منتخب. قبل كنا كنجمعوا غير الحساب، خاصنا نربحوا ايران ونتعادلوا مع اسبانيا ونضربوا مصر، هذه راه ما بقاتش رياضه ولات رياضيات. شوف راه كيما قال امرابط اللي جاب بسم الله. والان معنا ابيل من صديق ديالك بغى يفاجئك على الاثير مباشره، تفضل. الو 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 سي زياش، معك حمزه مول السناك، ملي تسالي دوز عندي. واخا خويا ان شاء الله ندوز نتغدى. مرحبا، راني مخلي لك واحد طويجين بالبقري معطر. اخويا حمزه ما تنساش توجد لي الخبز البلدي ديال الزرع. ما تخافش، راني سبونسور ديالك زعما. دابا راه الطويجين راه فيه بروتينات ما عارفهمش الطبيب ديال المنتخب، خاصك غير تبعو سيمانه قبل الماتش غادي نتربحو ناميبيا وتبيض لي محمد صالح. شكرا سي حمزه، نسالي ندوز عندك ان شاء الله. شكرا خويا. سي حكيم زياش، كلمه اخيره للجمهور ديالك. كنوعدهم باننا غادي نديو الكاس بثلاثه لواحد، ونقدروا نربحوا بثلاثه لزيرو الى ما لعبش معنا بوحدوز.